السلام عليكم متابعينا سهرة جديدة، تحية طيبة لكم. اليوم وصلتنا بضاعة جديدة حبينا نشوفكم اياها، فيها هواي موديلات وهواي اشكال واسعار حلوة ان شاء الله راح تعجبكم. طبعا نبدا اولا بهذا الموديل، هو الزنجيل الايطالي. هذا طبعا الزنجيل الايطالي هو غني عن التعريف، قوي جدا وسعره مناسب، وهو ستاندر يعني زنجيل ايطالي. شوفوا الكميه اللي جايبها، هاي كلها اسعاره يعني 200، اكو اقل من 200 واكو اكثر من 200. كل القياسات موجوده بيه، موجود بيه القصير، موجود بيه الطويل، تمام. سووا لنا مشاركه للبث حتى البث يوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين. هذا اول شيء زنجيل ايطالي. طبعا وصلتنا ايضا مجموعه من القلايد النواعم الهدايا، بها هواي موديلات. اذكركم مول بغداد شارع فلسطين، مول النخيل، اسم المحل صياغه جودي داخل مول النخيل. اجورنا 4000 دينار على الغرام الواحد فقط، ما عدا القطع اللي تكون اقل من مثقال تكون اجورها مقطوعه. اذكر اليوم نشتري الذهب 260 الف للمثقال الواحد. عندنا خدمه توصيل بغداد وكل محافظات العراق. بغداد يوصل الطلب خلال ساعتين، باقي المحافظات خلال 48 ساعة. طبعا هذه كلش هواي موديلات، ما راح نعرضها كلها لان كلش هواي موديلات. خلينا نشيلها، قول نشيلهم ونشوفكم بعد موديلات اخرى اللي جايبيها، تمام؟ حتى نستغل الوقت حتى ما يصير البث ممل، تمام؟ هاي طبعا سبق وين جبنا هاي الموديلات ورجعنا كررناها. هاي الجلايز التساور. شو هذا السيت كله وهاي الضخامه كلها، الوزن مالته 29 غرام و180، تمام. هذا موديل تالي ايضا. سووا لنا مشاركه البث حتى البث يصعد ويوصل اكبر عدد ممكن من المتابعين. شوفوا لنا هذا ايش قد، هذا الوزن مالته 32 غرام و510، ايضا اجورهم 4000 دينار فقط على الغرام الواحد. بعد عندنا طبعا الكراتشي الكرتونيه بمختلف الموديلات وصلت لنا. يعني هذه كلها لا دعوه فيه ما ياثر بال هذه الموديلات. طبعا هم هواي الموديلات، بيها مينا بدون مينا، بيها حجر، يعني كلش هواي الموديلات. هاي العين جمانه تصير وجهين بهذا اللون وبها هذا اللون. الوزن مالتها غرام 470. مشاور ايضا، تمام. اذكر اجورنا ارخص اجور ذهب على مستوى العراق، اجورنا 4000 دينار فقط على الغرام الواحد، ما عدا القطع اللي تكون اقل من مثقال تكون اجور مقطوعه. عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل، اسم المحل صياغه جودي داخل مول النخيل. طبعا توجد خدمه توصيل بغداد وكل محافظات العراق. شفنا هاي الشباحيه الوزن مالتها غرامين و360، وزن خفيف جدا وبها هواي اشكال. شوفوا انها 3 غرامات و440، هنا غرامين و250، تمام. ماشي عندنا بعد هاي غرامين و140، هنا يشقد هنا غرامين و790، تمام. ما شاء الله كلهم دول اوزان خفيفه واوزان حلوه. عندنا هذا السوار ليرات، الوزن مالته 8 غرامات
واربعين سنت. طبعا كل البضاعة اللي تشوفوها بضاعة جديدة ومستخدمة، واجورها 4000 دينار فقط على الغرام الواحد. والحلو بيها كولكشن منوع، يعني ما في شيء يشبه شيء يعني. صار بيعتها الشراء. طبعا اذكر اليوم نشتري الذهب 260 الف للمثقال الواحد، على ذكر انه شيء ما يشبه شيء. هاي الاساور كلها تشابه. لا ما تشابه. لا ما يشابه هنا محمد. ها بيهم ايه بيهم موديلات يعني. لا بيهم هذا الانفينيتي يشبه هذا الانفينيتي. بعد ليش تشدد؟ طبعا ذولا اوزان خفيفه واسعارهم حلوه. طبعا حننزلهم اكيد على البيج يعني التفاصيل اكثر، الوزن والسعر. تمام، اي احد عنده اي استفسار يقدر يراسلنا مباشره على البث المباشر، نجاوب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم. بعد شعدنا هذول خلفه هذول خلفه هذول خلفه هذول خلفه. شوفوا لي هذا الحلق الخليجي اللي اوزانه خفيفه جدا، يعني هذا الحلق كلش حلو اوزانه. خلينا نشوف الاوزان بي هواي موديلات، النقشات تختلف. يعني الحلقه تطلع تقريبا سعرها 150 الف. و نشيل لكم التليفون لعد هالشكل. شوفوا لي حبايب قلبي، هواية بيهم موديلات وأسعارهم مناسبة جدا. يعني الحلقة سعرها خلي نقول من 150 ل 200 ألف، والكمية مثل ما تشوفون كمية كلش هواي. تمام، هذا بالنسبة للحلقة. عليكم السلام ورحمة الله. خلي نشوفكم شيء ثاني. سعر الذهب اليوم 265، نبيع 260 نشتري. تمام علي، شيل لي ذول خليجي. زين هاي شو ما شاء الله ما ترى. خلينا نشوفكم هذه المجموعه. هاي هاي من التراتشي. طبعا التراتشي ايضا تراتشي خليجيه. هاي ما راح اسولف عليهم لان كلش هواي موديلات. حبيبي العفو، صوتي بعيد. المفروض تمام. يلا اوكي، الظاهر منه ابتعد عن الموبايل يصير الصوت بعيد. هسه شلون الصوت متابعينا؟ تمام. طبعا الموديلات كلش هواي، وهاي كل هالموديلات حتشوفوها. اللي يحب يتواصل ويانا من اخواننا الصاغه يتصل على الرقم 0770-264-4505 للبيع بالجمله. هذه طبعا مجموعه من التراتشي. تمام، طبعا الموديلات قلت لكم موديلات منوعة وأشكال مختلفة. الأشكال مختلفة كل شوية الموديلات، والموديلات كلها اللي ماشية وستندرات مثل ما يقولون، يعني شغلات حلوة وأسعار مناسبة. عاشت ايدك حبيبي. تمام،
أذكر عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل، اسم المحل صياغة جودي داخل مول النخيل. مثل ما قلت لكم أي أحد عنده أي استفسار يقدر يراسلنا مباشرة على البث المباشر، نجاوب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم. زين. أيضا هذه مجموعة من المحابس أشكال مختلفة، موديلات حلوة وجديدة، هاي موديلات خليجية بيهم شغلات ناعمة وبيهم شغلات خشنة. طبعا هم مثل ما قلت لكم كولكشن منوع بكل شيء، إن شاء الله يرضى جميع الأذواق. السلام ورحمة الله يا أهلا. أذكر عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل، اسم المحل صياغة جودي داخل مول النخيل. أوقات الدوام من 10 a.m. لل 10 p.m. يوميا على مدار الأسبوع. طبعا أذكر عندنا خدمة توصيل بغداد وكل محافظات العراق. بغداد أجرة التوصيل 5,000 dinars، توصلكم القطعة الباب البيت وتتأكدون منها يلا تنطون فلوسها، يعني أنتم بالسليم بكل الأحوال. طبعا والشركات كل الشركات اللي دا نتعامل وياها هي شركات مضمونة وشركات يعني إحنا نأمن بيها وندز بيها بديهم الذهب، تمام؟ يعني بضمانتنا. ومثل ما تعرفون اللي متابعنا إحنا أجورنا أرخص أجور ذهب على مستوى العراق، وبضاعتنا جديدة مثل ما تشوفون. ويا ريت من كل زبائننا اللي متعاملين ويانا وسبق وان زارونا المحل يكتبونا في التعليق من اجوا للمحل طبعا ذاك الاسبوع كان عندنا العقد الايطالي، هذا صح شكله يصير شوية أنعم من ذاك بس بالقوة، طبعا هذا بالقوة لا الغاية، يعني قوي جدا وسعره مناسب. طبعا هذا يجي عقد وسوار وتراشي، عقد وسوار وتراشي كلهم وزنهم أعتقد 22 غرام 22 غرام، يعني العقد والسوار والتراشي كلهم الوزن مالتهم 22 غرام. هذا العقد عقد وجسوار مالته ويا التراشي الوزن مالته من 20 إلى 22 غرام، وطبعا هذا ايطالي وايضا اجوره 4,000 دينار فقط على الغرام الواحد، تمام؟ هذول الميداليات خليني نفتح لكم اياهم. عاشت ايدك علي. الميداليات الخليجيه اجورهم ايضا 4,000 دينار فقط على الغرام الواحد، ارخص اجور ذهب على مستوى العراق. ومثل ما قلت لكم اخواننا الصاغه اي واحد يحب يتعامل ويانا يتصل على الرقم، يعني رقم الجملة 0770264455. واحد يزيدش صورة المدارية شوفوا عاشتي يكمل للبقية علي. طبعا الأشكالهم أشكالهم كلها جديدة، هاي طبعا تجي لفوها حتى ما تتشخط. هاي عاشتي يدك
يعني إذا نبدي شوفوا البداعة، خلي نشوف هاي شنو تفاصيلها شنو وزنها. يعني الوزن مالتها تقريبا 14 غرام يطلع هذه الميدالية. كلهم مثل ما قلت لكم أجورهم 4000 دينار فقط على الغرام الواحد. بهم أشكال كل شواية، بهم 3 طوابق، بهم طابقين، بهم 4 طوابق. شيل ياهم حبيبي عاشت إيدك. بعد شنو ما عرضناها؟ بعد قرادين وتخامة سهلة. حبايب قلبي سووا لنا مشاركة للبث حتى يصعد ويوصل أكبر عدد ممكن من المتابعين. غيابكم كسر ظهري، تعاملكم راقي جدا، ممنون شكرا جزيلا. ومثل ما قلت لكم حبايب قلبي، يا ريت من كل الأشخاص اللي زارونا داخل المحل وشافوا التعامل مع صياغة جودي، يا ريت يكتبون على الشيء اللي شافوه بصياغة جودي بتعليق، سواء كان سلبي او ايجابي، يعني حتى نكون عليكم السلام ورحمة الله. حتى يكون طبعا هواي ناس دا تتابعنا فقط على البيج، يعني ما جاية للمحل، ما شايفة يعني صياغة جودي، مجرد انه متابعين على البيج. فياريت من كل شخص اجى زارنا للمحل يكتب عن الرأي مالته بتعليق، نكون ممنونين جدا من زباننا الكرام. افتحهم واحد واحد علي، افتح هاي عاشت ايدك وردة. عاشت ايدك. هذا التخم، هذا التخم، هذا العقد، السوار مالته، تراشية والمحبس، هذا كله الوزن مالته 25 غرام. يعني هذا التخم كله 25. طبعا انا حنزلهم كلهم على البيج ان شاء الله، هم وتفاصيلهم. اجوره 4000 دينار، 1,425,000. تمام، حق قلت لكم حنزلهم ان شاء الله كلهم، كل قطعه وتفاصيلها وزنها وسعرها وكل تفاصيلها. فيهم هواي موديلات، هواي اشكال. هذا موديل ايضا، هذا موديل ثاني، هذا شوفوا لي هذا الموديل، شوفوا لي هذا الموديل، هذا طبعا، وهذا المحبس، وهذا التراشم مالته، وهذا الاسوار مالته، كلهم دول اوزار مختلفه. طبعا هواي موديلات. اوكي، عندنا هذه مجموعه ايضا، هاي مجموعة من خواتم الحجر. تمام، أذكر أجورنا أرخص أجور ذهب على مستوى العراق، أجورنا 4000 دينار فقط على الغرام الواحد، ما عدا القطع اللي تكون أقل من مثقال تكون أجورها مقطوعة. أكو شيء، هاي كلبشة حجر، طبعا الحجر ما ينص. هذه موديلات من الخواتم الحجر. عليكم السلام، راح يدور حبيبي. اي اوكي، استلمهم مني، ما ادري شوف وش قد استلمهم منه وانا جاي. اي هم مجموعه، يلا انا هسه شوي اجيكم. وردة حيدوري، ليش ما تجاوبون؟ لا بالعكس، نجاوب على كل الرسائل، اسفين جدا، خاف يعني اكو رساله عبرت وما لحقنا نقراها. تمام، هذه
مصطفى شوف بس خلينا على الميزان نقول ايش قد يجيب هذه قردانة خليجية. خلينا نشوف شنو تفاصيلها، الوزن مالتها ايش قد. ال 11 وزن مالتها 6 طعمات، يعني 300 وشوية. هاي قردانة خليجية تطلع 300 وشوية وهي هواي اشكال. خلينا نشوفها، مو كلهم الوزن هذا. طبعا مو كلهم نفس الشكل، اكو شوفوا لهنا هسه هذه. هذا سوار حصيرة مجموعة من الأساور. أذكر عنوان بغداد شارع فلسطين مول النخيل، اسم المحل ساعه بغداد مول النخيل. أوقات دوامنا من 10 الصبح لل 10 بالليل يوميا على مدار الأسبوع، يعني كل أيام الأسبوع نداوم، ما عندنا يوم عطلة. عنوان بغداد شارع فلسطين مول النخيل، اسم المحل ساعه بغداد داخل مول النخيل. أذكر يوم مشتري الذهب في المستورد 260 ألف للمثقال. تمام، هاي مجموعة من الأساور الخليجية. ألو، عليكم السلام ورحمة الله. أذكر عندنا خدمة توصيل بغداد وكل محافظات العراق. بغداد يوصلكم خلال ساعتين باقي المحافظات. مصطفى هو بيشتري من هناك. شوف خالص الدكتور، شوف هل هي شوف القياسك لو لا. هاي كراتي هذا صغار، شوفك على قياسك بس واحد. طبعا هذه البضاعه اللي هسه وصلتنا، تمام، من غير البضاعه اللي موجوده داخل المحل. تمام، هذه بالنسبه للمحابس موجوده، وبالنسبه لل نامت بيننا. تمام، خلنا نفتحهم. هذه للملاوي. تمام، هنا لل منا يومنا الأساور. سوري، هذه ملاوي أيضا، هنا ملاوي وأساور. هنا عندنا بالنسبة للبتود، كل هذه القطع اللي تشوفوها هي أجورها 4000 ميداليات. تمام، السيتات نفس الشيء كلها اجورها 4000 دينار. عندنا هذا القطعه شال ايطالي اجوره 4000 دينار فقط على الغرام الواحد.
عندنا هذا الكرسي جابر خليجي ايضا اجوره 4000، كل المحل هو اجوره 4000 دينار فقط للغرام الواحد. عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل، اسم المحل صياغه جودي. اذكر عندنا خدمه توصيل بغداد وكل محافظات العراق. بغداد يوصل الطلب خلال ساعتين. تواصلوا معنا على كل صفحات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، سناب شات. تحياتي لكم صياغه جودي.